استعدادات الملف الأمني لمحافظة الديوانية انتهت لتبقى اللمسات الأخيرة بوضع الخطط وإحكام السيطرة بالكامل على المحافظة أمنية، لتؤكد قيادة شرطة المحافظة جاهزيتها من حيث القوة والعدد، ولترابط هذا العمل بحماية ساحة المتظاهرين والدوائر الحكومية. بناء على التوجيهات الأخيرة من المراجع والخاصة باستلام الملف الأمني من قبل قيادة شرطة المحافظة الديوانية والمنشآت، باشرت قيادة شرطة المحافظة بإجراءاتها الخاصة باستلام الملف الأمني، وحاليا مديرية الشرطة جاهزة وباشرت بهذه الأمور. القوة والعدد كافية لإدارة هذا الملف، وإن شاء الله يكون الأمن مستتب خلال هذه الفترة. مترابط هذا العمل مع حماية ساحة الاعتصام اللي راح تكون أيضا من ضمن الأولويات استلام الملف الأمني. مواطنون طالبوا الأجهزة الأمنية بأن تكون على قدر المسؤولية في بسط الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين وخاصة المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة، إضافة إلى تفعيل إجراءاتهم الأمنية بشكل جدي لإبعاد المندسين والمخربين عن المحافظة. طبعا قواتنا الأمنية البطلة أخوتنا وأصدقائنا وأبناء مدينتنا، نتمنى منهم بعد استلام الملف الأمني حاليا بالجديد أن يكون على قدر المسؤولية، وأن على الأقل أن يطبقوا كلام وتوصيات المرجعية بأن يكون حفظ الأمن والاستقرار وحماية المتظاهرين السلميين من قبل القوات الأمنية، وأن يفعلوا إجراءاتهم بشكل جدي. احنا اللي نتمنى من شرطة الديوانية أنه تكون بمستوى المسؤولية في حماية ساحة التظاهر والاعتصام اللي يقوم به الشباب منذ 1 أكتوبر ولحد الآن من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة واللي ظهروا عليها من قبل 4 أشهر. هذا الأمر ينعكس مو بس على ساحة التظاهر، حتى في حماية دوائر الدولة والطرق والجسور وحماية المحافظة من كل الوجوه. احنا نريد المحافظة مالتنا محافظة آمنة ومستقرة وتقدم نموذج لباقي المحافظات. نقل الملف الأمني لقوات الشرطة ربما قد يؤدي إلى تعزيز الثقة بين صفوف رجال الأمن والمواطنين، وليبعث رسالة اطمئنان للمواطن الديواني. سعد الصباغ، قناة الرشيد، الديوانية.